مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء أينما كنتم، أحييكم بتحية إسلامية خالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هي أشواط الفترة المسائية تشهد هذا العالم الساحر، عالم رياضات الهجنة العربية الأصيلة. ها هنا بالفعل يتجدد الترحيب على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. هنا نمارس مع ثامن الأشواط هذه الرياضة، رياضتنا رياضة الآباء والأجداد، مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. وشوطنا الثالث عشر للثنايا الإبكار، هناك خصصت له سيارة نيسان بترول ستيشن، نعم رصدت للفائزة بالمركز والفائز بالمركز الأول. أسير بكم معا مع الصدارة مع المركز الأول، وحرب حرب من تحارب عن هذه السيارة، حرب تعود ملكية محمد بن سالم بن عجيلان المري، بن عجيان المري، من يتابع انطلاقة حربة على المركز الأول. المركز الثاني أملول على المركز الثاني، سعود بن صالح بن حمد القمرة، من يتابع انطلاقة هملولة على المركز الثاني، النقلة على المركز الثالث، وأرى التواجد من ذيب، ذيب ذيب اللي على المركز الثاني الثالث، تعود ملكية ذيب هذه لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري. المركز الرابع واللي دخلت وغيرت من الجانب الاخر واحتلت المركز الثالث هذه هملوله لمنصور بن غدير بن محمد الكتبي. المركز الرابع تراجعت فيه الذيبه لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري. والمركز الخامس هنا ناصيه، ناصيه على خامس المراكز لخليبه بن محمد بن زهره الخيلي، من يتابع انطلاقه ناصيه المركز الخامس. هو ندانا الاول للفايف ستارت، للخمسه المراكز، للخمسه المتقدمين والباحثين، نعم، عن الناموس. وهناك اسماء وهناك شعارات، لم يحد موعد دخوله، ومخرجنا يعطينا هذه الشعارات، يعطينا هذه الاسماء على الكادر التحتاني. نعم، نعود الى الصداره، نعود الى حربه، حربه أربع على المركز الأول، محمد بن سالم بن عجيان المري، من يتابع انطلاقة حربة وتحدي حربة على المركز الأول. المركز الثاني هملولة على ثاني المراكز، وحذرك يا بن عجيان، هملولة هملولة هملولة، هذه السلالة جبارة، هذه السلالة هذه تقدر على قوة التحمل، قادرة على قوة التحمل والمسافات الطويلة والبعيدة. منصور بن غدير بن محمد الكتبي، من يتابع هملوله على المركز الثاني، وغيرت وقادت المسيره، حرب على المركز الثاني. المركز الثالث هنا رهم على المركز الثالث، هذه اللي وصلتنا على ثالث المراكز، هذه هملوله لسعود بن صالح بن حمد القمره النابت المري، نعم، الذي يتابع هملوله. واليوم يا صالح جماهيره مع شوطنا الثالث عشر. المركز الرابع، المركز الرابع هذه ذيبة، ذيبة ذيبة، ويا ويلكم من الذيبة، يا ويلكم من مفاجآت الذيبة واندفاع الذيبة. محمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري، من يتابع الذيبة على المركز، المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس ناصية، ناصية على خامس المراكز، موقعها مناسب، موقعها مناسب، خليفة بن محمد بن زارع الخيلي، من يتابع ناصية على خامس المراكز. هذا ندانا، ندانا ندانا، نعم، الثانية للخمسة المراكز، للخمسة المنطلقين وللخمسة المندفعين. ولا زالت الأمور مستقرة، لا زالت الامور مستقره مع هملوله اللي على المركز الاول، لسعود بن صالح بن حمد القمره، من يتابع انطلاقه هملوله على المركز الاول. المركز الثاني
المركز الثاني حربة على ذان المراكز لمحمد بن سالم بن عديان المري، من يتابع حربة ومن يركز مع انطلاقة حربة على ذان المراكز. المركز الثالث هذه اللي وصلتنا هملولة لمنصور بن غدير بن محمد الكتبي، من يتابع انطلاقتي من يتابع انطلاقتي هملولة على ثالث المراكز. والمركز الرابع ذيبة على رابع المراكز لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري. والمركز الخامس لا زالت ناسية على خامس المراكز لخليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، من يتابع انطلاقتي ناسية على خامس المراكز. هو النداء نعم الثالث يتجدد هنا على أرضية هذا الميدان، وانتصفت المسافة يا متابعينا ويا مشاهدينا الأعزاء. ما تبقى إلا الأربعة كيلو، بقول خذلك سبوق وشارك الناس، وخلك على الشاشات تنذاع في شوط فيه يحبس كل أنفاس. يوم العرب شاري وبياع نعم، ودور وهات يلي لها ساس، مثل البعد بنفسه الأطباع ما شاء الله تبارك الله. هملولة على المركز الأول مسيطرة كاملة، حاملة هذا الشعار المتميز شعار سعود بن صالح بن حمد القمرة. نعم من يتابع انطلاقتي هملولة على المركز الأول، واحذر يا القمرة هناك حربة قادمة على ذان المراكز. ومن الجانب الآخر لمحمد بن سالم بن عجيان المري المركز الثالث. أوصلت ناصية، اتحركت ناصية تنتقل من موقع إلى موقع وتقترب رويدا إلى الصدارة. ناصية لخليفة بن محمد بن زهرة الخيالي. المركز الرابع هذه اللي وصلت الذيبة لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري، من يتابع الذيبة على رابع المراكز. والمركز الخامس هنا القدوم من هملولة لمنصور بن غدير بن محمد الكتبي، من يتابع انطلاقتي هملولة على خامس المراكز. ها هو النداء يتجول وبدأ يقدمون إلى الصدارة. شوف الشعارات بدأت تتحرك الشعارات، بدأوا يقذفون يتحركون وينطلقون إلى الخمسة المراكز. الأولى المتقدمة وذيبة اللي غيرت ذيبة ولا ناصية لخليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي ما شاء الله تبارك الله. حربة هناك من الجانب الآخر لمحمد بن سالم بن عجيان المري، هنا القدوم من هملولة لسعود بن صالح بن حمد القمر على ثالث المراكز. والمركز الرابع ذيبة على رابع المراكز. وحذاري من الذيبة الذيبة تعود ملكيتها لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن بخيت المري ما شاء الله تبارك الله. المركز الخامس هذه اللي وصلت وما يبنى لها طارية، هذه نجدة على المركز الخامس لسالم بن كميدش بن حمد العامري، من يتابع انطلاقة نجدة على خامس المراكز. وأول إذاعة لنجدة وما يبنى لها طاري إلا هذه اللحظات. كيلو وين تفصلنا عن خط النهاية، تفصلنا عن الناموس وتفصلنا عن السيارة النيسان البترول ستيشن. هناك تنتظر الفائز، تنتظر المتألق من هذه الشعارات. 25 شعار واسم نعم هنا يبحثون عن هذه السيارة. الصدارة مع ناصية، الانطلاق مع ناصية، مع الخيالي خليفة بن محمد بن زارة الخيالي ما شاء الله تبارك الله. من يدفع بناصية هنا هملولة لسعود
يعود من صالح بن حمد القمرة. هناك أرى نجدة قادمة، نجدة نجدة اللي غيرت، نجدة اللي قلبت الموازين، نجدة اللي قادت المسيرة لسالم بن كميدش بن حمد العامري. ما شاء الله تبارك الله، المركز الرابع، المركز الرابع، هذه اللي وصلت على رابع المراكز، هذه العنود لسعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني وما يبنى الأطاري إلا هذه اللحظات. العنود هناك رشاي واصل نوادر، وهي نادرة، نادرة بشعارها، نادرة بهذا المربع الطيب. محمد بن زايد الخلبان المنصوري من يقدم النادرة على خامس المراكز. يا بوي يا بوي، حرك اللي تبغي يتحرك، نعم حرك اللي تبغي يتحرك. خلاص الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، كيلو الصراع، فيه تكرم هذه الذلائل ولا تهان. وما شاء الله على العنود، العنود العنود اللي غيرت لسعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. ونوادر نوادر 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 ما شاء الله. محمد بن زايد بن خلبان المنصوري، اهالي الغربيه اقدموا، اهالي الغربيه ويهوا ويهوا على الصداره. المركز الثاني هناك من الجانب الاخر، هذه اللي وصلت اقدام على ما ظن اقدار ولا هذه الجذابه لمحمد بن احمد بن هويمل العامري. هنا نرى القدوم من قبل الثريا المظفر بن محمد بن خبوجه العامري. ما شاء الله تبارك الله، حرك اللي تبغي يتحرك. كوكبه رباعيه، تنافس رباعي، مثلث رباعي ومربع، ما شاء الله. بقيادتي نجده، نجده اللي غيرت لسالم بن كميدش بن حمد العامري من يقدم نجده، نجده على المركز الأول، على الصدارة، على الكادر الأمامي. وبقول شاقني شاقني في الهجنة الأصيلة، ركض بكرة صيتها واصل. مرحبا مرحبا يا حي نجدة، مرحبا يا حي نجدة، ليقدمك في شوطه الثالث عشر. مشكور مشكور على هذا العرض الطيب اللي تقدمه نجدة. سلام إلى الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة على فوز نجدة بالمركز الأول وحصولها على السيارة النساء البترول استيشن. ها هي نجدة تصل إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. المركز الثاني الثريا المظفر بن حمد، المظفر بن محمد بن خبوشة العمر. المركز الثالث الجذابة لمحمد بن أحمد بن هويل العامري. والمركز الرابع، المركز الرابع نوادر لمحمد بن زايد بن خلفان المنصور. المركز الخامس، المركز الخامس شقراء لخالد بن حمدان بن غانم بن غنام الفلاحي. هكذا هي النتيجة مع شوطنا الثالث عشر للأبكار، وها هي ساعة وصول نجدة إلى خط النهاية. معلن الفوز والناموس. التوقيت الزمني 12 دقيقة و57 ثانية و14 جزء من الثالثة. تهانينا والناموس لمالكي نجدة سالم بن كميدش بن حمد العامري. المركز الثاني اللي وصلنا على ثاني المراكز، الثريا توقيتها الزمني 12 دقيقة و58 ثانية و70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمظفر محمد بن خبوشة العمري. المركز الثالث وصلتنا الجذابة نوادر على ثالث المراكز، عفوا تصحيح، نوادر اللي وصلتنا على ثالث المراكز وتوقيتها الزمني 3 دقائق بالوفاء والتمام. نوادر تهانينا والناموس محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هكذا هي نتيجة شوطنا الثالث عشر.